يا أهلا بأهل الخير والبركة. للقلب المجروح يا نوح. احكي لك كلمة أبو علي. بعد ما بدكم أهلا وسهلا وتعالوا وتفضلوا كل شوارب. حياكم الله. حياكم. من وين أنت الأصل؟ أصل أنا من فلسطين أصلا. ممكن تعرفنا على حالك؟ أيوة، المعروف لا يعرف. ما شاء الله تبارك الله. غير ما توقعت والله. هل تبحث عن بيئة تربوية سعيدة تأمن فيها على أطفالك؟ هل تعيش في الغربة وتبحث لهم عن برامج ودورات عن بعد للحفاظ على دينهم وسويتهم النفسية؟ في دار نبت نعنى بالنفس من الطفولة المبكرة إلى ما قبل الإقدام على الزواج، ونبقى معك في طريقك لتكوين البيت المسلم، ونعينك لأداء وظيفتك كمرب ووالد. دار نبت نسعى لإضافة قيمة حقيقية للعمل التربوي الإيماني. عيد مبارك. أنا علي وأنا نوح. وهيك كان عيدنا في اليابان. قبل العيد يوم عرفة دور الحلويات، وهسا بدي ألزق الطباعة. عيد مبارك. جهز ملابسنا حطها على الدولة. حط منبه عشان أصحى بكير. بس لازم تنام بكير عشان تقدر تصحى. ماشي، يلا روح حاول تنام. أول يوم العيد على المسجد. مرحبا الحماس، ما عرفوا يناموني. طريقنا للمسجد ناموا. يا ضحك لو ماما هاي أول عيدية. مبروك مبروك. يلا يلا روح معايا. صلينا العيد وبعد الصلاة لعبنا كثير مع أصحابنا هنا. خلصنا أول شيء في الخطة اللي هو على المسجد، وهسه رايحين للسيارة عشان نروح المكان الثاني. معطوني عيدية. أنا بدي أشتري من عيدية. يلا نوح. علي بدك؟ لا. إحنا رايحين نتغدى ونكمل مشوار. يلا أولاد. كنت يعني جريء تسأل يوتيوب ولا عشانك متحمس؟ متحمس. يوم الثالث عند النهر. شوفوا العيد في أي مكان في العالم هو العيد، لأنه أحد شرائع رب العالمين اللي أهداها لكل المسلمين. العيد في فرح وفي سعادة وفي تسليم لرب العالمين، بعدها الباقي عليك أنت. تكمل هالفرح أنت، تصنع هاي السعادة أنت، تقرر أنه يكون عيدك عن جد عيد. حياكم الله. الشباب. أحكي لك كلمة أبو علي. بعد ما بدكم أهلا وسهلا وتعالوا وتفضلوا كل شواربا. حياكم الله. حياكم الله. أكيد في العيد نتجمع مع أقارب والأصحاب. معانا الأخ شوترو، والاسم الإسلامي أو الاسم المسلم محمود. حياكم الله أخ محمود. من وين أنت الأصل؟ أصل أنا من فلسطين أصلا. بس أنا بمزح، يعني زوجتي من فلسطين. حياكم الله. أنا من اليابان طبعا. حياكم الله وحيا أهل فلسطين جميعا. درست عربي يابان وفلسطين. نعم. وحسا أنا ساكن في فلسطين. أنت ساكن في فلسطين؟ حسا في فلسطين يا جماعة. هذه محافظة كاناغاوا ضمن أكبر المحافظات الموجودة في اليابان، وهي محافظة مجاورة لمدينة طوكيو. نرجع للمكان. أوه، السلام عليكم. من أنت؟ نوح. يا عيني على نوح. احكي إشي للناس اللي بيحضروك. أنا أحبكم كثيرا. عيد مبارك. عيد مبارك. ما شاء الله ما شاء الله. ماذا تريد أن تقول للمشاهدين؟ لا شيء. لا. عيد مبارك. ما شاء الله، كل عام وأنتم بخير. يلا نرجع. ممكن تعرفنا على حالك؟ أيوة، المعروف لا يعرف. ما شاء الله تبارك الله. ها عرفنا على اسمك. اسمي محمد، أخو صالح. أخو صالح، ما شاء الله. عمو لا علوش. وهل تأتي إلى هذا المكان يعني بكثرة ولا؟ أيوة باتي كل يوم. تيجي كل يوم؟ كل يوم. أمزح يعني، أيام العطل. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. شرفتونا في اليابان، أهلا وسهلا، تفضلوا بي. حياكم الله. أخ تيسير. أيوة. ما صلة القرابة بينك وبين نوح وعلي؟ أبو علي لا يوجد، يكون ابن عمي. إذا أنت نفس مثل صالح يعني، والدة يابانية والأب أردني رحمه الله إن شاء الله. يا سيدي حياكم الله. محدثكم أنا اسمي عامر، وأنا أكون زوج عمتهم لعلي ونوح. قل يا أيها الكافرون
جبنا هاي العدسة الجديدة عشان التصوير الليلي. والله واضحة كثير صار. لا مبين شكله. كل شيء مبين. أوف. والله. أشوف. كأنه الدنيا صبح. خليني أعرفكم عن رعاة هذا الفيديو، دار نبت، اللي تشرفنا بالتعاون معهم لأني أصلاً أنا كنت بتابعهم من قبل ما نبلش هالتعاون، وكنت بتعلم من منصتهم ومنشوراتهم، وهي اللي ممكن أحكي عنها المكان اللي بحتاجه كل إنسان بسعى لتطوير نفسه وبسعى يعيش للوظيفة وللهدف اللي الله سبحانه وتعالى خلقه عشانه. هي المكان اللي بحتاجه كل مربي وكل الأهالي بيبحثوا عن بيئة آمنة لأطفالهم، لأنها بتقدم ثلاث حلق، منها نقش وهي بتهتم بكل الأمور من الطفولة المبكرة حتى ما قبل الزواج، وسكن للمقبلين على الزواج وللمتزوجين، وبالآخر تربية اللي هي للمربين سواء أباء أو أمهات. طبعا بقدموا كل هالمحتوى الغزير والقيم عن طريق جلسات ودورات مكثفة حضورية وعن بعد، في منها للإناث بتتضمن أنشطة، دورات، نادي صيفي، وأكيد برضو للذكور، وبرضو بلش عندهم النادي الصيفي. فإذا حابين تتواصلوا معهم أو تستفسروا، جميع التفاصيل اللي راح تكون في أول تعليق في صندوق الوصف. يلا جاهز نفتح الألعاب النارية. وينه ايه شنتتي. غير ما توقعت والله. نوح كيف؟ حلة. فعندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه وعرف أنه من ثمامة. عرفت القصة؟ إذن لنكملها لأن نوح لا يعرفها. يا أهلا بأهل الخير والبركة. للقلب المجروح يا نوح سلام. إن أبوك بسوي لك شاي. أما علي ونوح وحسن ترارا صالح عم بعملهم شاي عدن ترارا. كيف عجبتك؟ هاي ترورن لازم يكون يعني عن جد كويس. ما هو لازم هاي ترورن عشان اللحم يعني. نشاط العيد الثاني. إحنا الأولاد عطلوا من المدارس وزوجي من الشغل، والأماكن اللي كنا نأخذ إلها الأولاد مرة بالشهر أخذناهم في يوم واحد لثلاثة منها مرة واحدة، لأنه لازم يكون العيد غير. اترك يا شيخ موتني مشتاق. ما صدق؟ إيه والله مسك مسك واحدة. شيخ شيخ مسدس. ما شاء الله شاطر نوح. الطعم تبعهم بشار. نوح اثبت لا تتحرك. اي والله يا علي علي مسك مسك. اشوف اشوف كم واحد فيك. ثلاثة مرة واحدة ما شاء الله. جاهزين؟ بدأنا. يلا يا علي ونوح يلا. هاي أول حاجة. يلا ممتاز يلا. لا مركب صارح. زي اللي عن جد. يلا شاطر يا نوح يلا. لقيت إشي؟ لقيت ثلاث. يلا. انتهى الوقت انتهى الوقت. يلا يلا نطلع. قومي شوفي. علي 90 تقريبا. أيوة. صالح لا 50 تقريبا وشوي. أنا أكثر واحد أنا الفائز. هسه بده يصيد السمك. هي علقت علقت واحدة علقت واحدة. وأخيرا نمسكنا واحدة. وصلنا. أشوفها. أحسنت أحسنت يا نوح أحسنت. شاطر نوح شاطر. ارفعها شوف ارفع السنارة أكثر. خلينا نحين خلينا نحين يلا. ما شاء الله شاطر نوح شاطر. هاي أول مرة بتصيد صح؟ كنا نجي زمان ما كان يقدر يصيد. أحسن يعني صوت واحدة تمام. وأخيرا الحمد لله. المهم الريحة ولا العدم. تمام هيك الكل فاز الكل صاد. تحمس نوح. أدوات التحدي شو اسمه مش شبكة هاي حتى من ورق يعني. وبعدين العلبة فيها. ما شاء الله هي على صوت واحدة. هي صوت واحدة شاطرين والله سريعين. لسه ما حبيت أصور حتى لسه ما خربت. ليكون عسنين السمكات. المرة الماضية لما اجينا يلا يلا صدنا. اوعك هيك خلص فرصتك بتقرب تروح. نوح واحدة توصل كم؟ ثنتين. علي كم؟
أربعة ما شاء الله. خلاص نغسل إيدينا عشان نروح أو يعني نطلع من هذا المكان. مكان الثالث سريع؟ سريع. إيش الحاج نوح؟ مامي لازم حط عليه تصبر. يلا استنى شوي. علي خبى نوح هنا وأنا لازم أدور عليه. عدوا لي العشرة لأنه إذا عشرة خلاص مش هون. مامي قريبة تسعة ما في هون تمزح. وين أيوه ما شاء الله كيف متخبي على أنت وعلي الفائزين. هاي رينبو تبع مش المطر تبع تراب. لا مش كبير صغير. هيك بتنظف اجرك من التراب. الاباء والامهات ندفع قطة كرسي الاطفال نلعب معهم شوي بعدين نقعد هون. صاحبي يجي عندي عشان العيد. وهون بنكون وصلنا لنهاية فيديو العيد. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وإن شاء الله تكونوا أنتوا استمتعتوا بعيدكم. لا تنسوا دعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب ونشوفكم بالفيديو القادم. دمتم بخير متابعينا.